قضاء النحت والتشكيل الفني، معرض الفنان التشكيلي السوري جاك جو خضر. نحن الآن في معرض الفنان التشكيلي السوري جاك جو خضر الذي تم افتتاحه في صالة هوسبي في 2 آذار مارس الجاري 2024. هذا الفنان المبدع خريج كلية الفنون الجميلة من جامعة دمشق قسم النحت، يمتلك طاقة فنية خلاقة في فضاء النحت والتشكيل الفني، لما لديه من خيال جامح ورؤية خلاقة في تطويع الكتلة وتشكيلها تشكيلا فنيا مبهرا، فتولد منحوتاته بأسلوب متميز لما في أعماله من خصوصية فنية وفيها من الحداثة الشيء الكثير. يعمل بغزارة متميزة في فضاء النحت والتشكيل اللوني، ويمتلك طاقات تشكيلية في غاية العمق والبناء الفني، متوغلا في آفاق الرمزية والتجريد بحداثوية متجددة. فنان هادئ ممتلئ بالحيوية والنشاط والصبر في الاشتغال على منحوتاته، يعد فكرة ما ثم يشتغل على تنفيذ فكرته، وفيما هو في أوج غوصه في العمل تولد لديه أفكار جديدة فيصوغها في البناء الفني للمنحوتة. يعمل باستمرارية وهو مستغرق في عوالم العمل بشغف كبير، ويتوارد إلى ذهنه عبر خياله الخلاق الكثير من التفاصيل والأفكار الجديدة خلال عملية تشكيل الكتلة الفنية، مستفيدا من ثقافته الفنية وخبراته ومشاهداته لآلاف الأعمال الفنية النحتية، منها واللوحات التشكيلية بمختلف الأساليب والمدارس الفنية. وتشكل لديه رؤية فنية خاصة به، وحالما نشاهد أعماله نجد فيها لمسة جوخضارية تميزه عن غيره من الفنانين. يرسم أعماله على أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وقد رسم العديد من اللوحات الصغيرة بالباستيل، وشغفه الكبير هو أن يرسم بالأكريليك والزيت بقياسات متنوعة، ويسعى إلى ابتكار تشكيلات فنية ورؤية جديدة بأسلوب متميز. ويساعده في تنفيذ هذه الآفاق الفنية ما لديه من مخزون ثقافي فني متجدد وعميق، فتولد اللوحة بين يديه بطريقة انسيابية وكأنه في حالة ابتهال مع بهاء الألوان عبر تناغمها فوق وجنة اللوحات. وفي فضاء النحت وبما يتعلق في الكتلة والفراغ، يرى أن كل حجم محسوس هو كتلة إيجابية، والفراغ هو الحجم غير المحسوس، لكننا نجد الكتلة غير المحسوسة عبر جمالية معينة، والفراغ كما يراه جو خضر يحدد بين الظلمة والنور والهلامي والجامد. والكتلة السلبية هي الفراغ المحيط بالكتلة الجامدة، أي الكتلة الواقعية، وهذا الفراغ المتشكل حول الكتلة المحسوسة هو جزء من الكتلة السلبية بما فيها الفراغ المحيط بالتمثال المحسوس. فهو يرى أن الفراغ المحيط بالكتلة الملموسة هو الذي يشكل الكتلة أو المنحوتة، لهذا فالفراغ له دور كبير في إبراز معالم المنحوتة.
وأستطيع القول إن الكتلة السلبية هي العمود الفقري في إبراز الكتلة الإيجابية الملموسة، ولولا الفراغ لما تمكننا من مشاهدة تفاصيل المنحوتة. فالكتلة السلبية في أو الفراغ كتلة موجودة في جوهر تشكيل العمل النحتي، لأنه لولا هذا الفراغ لما تمكننا من مشاهدة المنحوتة بكل تفاصيلها. وعندما يبدأ الفنان في منحوتة معينة يرسم سكتشات، وعندما ينحتها ينسى كليا السكتش الذي أعده، لأنه يدخل في عالم جديد. وخلال عملية النحت تولد عدة أفكار، وتتطور العملية النحتية بحسب ما يتراءى له في الخيال المتداخل مع الواقع وتداخل الأحاسيس، لأن لكل لحظة تأثيرها وحضورها، ولها تدفقها وانبعاثها عن الحالة المرافقة عند النحات. ويتداخل الشعور مع اللاشعور بمجرى واحد، ويولد انبعاث جديد غير موجود في بداية العمل النحتي. وأن السكتش الذي أعده الفنان للبدء في منحوتتي كان بمثابة الشرارة الأولى لانبعاث فضاء المنحوتة، ولم يكن الصيغة المتطابقة من تشكيلها، بل هي الانطلاقة الأولى للبدء بالعملية الإبداعية. وهكذا تولد المنحوتة عبر عدة عمليات تجلياتية، إلى أن يصل الفنان إلى مرحلته النهائية في بنائها الفني. يركز الفنان على الإنسان في معظم أعماله، فلا ترى منحوتة من منحوتاته إلا وفيها تشكيل أو ترميز لإنسان. والإنسان عنده يحمل معاناة لعدة أسباب، ويستخدم في أعماله الفنية الرموز للوصول إلى أهدافه وطروحاته وأفكاره من صنع المنحوتة، ولا يغفل تأثير الكتلة وجمالياتها بالفراغ الذي يتركه. ويجب أن يشاهد الجمال من جميع الجوانب مع تجسيده لمرام الحداثة والتجديد في العمل الفني. إن اهتمام الفنان فيما يتعلق بالرسم وفضاءات هذه العوالم الفسيحة في التشكيل الفني له علاقة وطيدة بطاقاته الفنية المعششة في أعماقه، وهو يرسم لمتعة خالصة ولما لديه من شغف عميق في تجليات انبعاث الألوان فوق نصاعة البياض. ويرى في رحاب جموحات الرسم حاجة عميقة للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه وتوجساته وما يجول في خاطره من أفكار وطموحات يريد أن يجسدها فوق بياض اللوحات. ويرى أن الرسم جزء من وجوده في الواقع، ويترجم الكثير من آفاق تطلعاته. وللرسم علاقة في انبعاث الدوافع والغرائز والقيم والأفكار الخلاقة والحالات الانفعالية الخاصة بالمشاعر الإنسانية. يرسم الفنان جاكجو خضار بالزيت والأكريليك والباستيل وبمواد عديدة أخرى، محاولا إدخال تقنيات جديدة في لوحاته، منطلقا من فضاء التجريب، مستفيدا من خبراته وثقافته وخياله وشغفه. وهو فنان غزير الإنتاج وعميق الخيال والأفكار، ولديه روح المغامرة والتجريب والرسم في معظم الأوقات. ف
فيرسم بشغف عميق متدفقا في انسيابية ألوانه بمواضيعه المختلفة بأسلوب أخاز تصب في فضاءات الحداثة. يستخدم الرموز في لوحاته كأحد أساليبه المتبعة، ويركز على الإنسان لأن الإنسانية في إطارها العام هي من أهم أهداف التي يتوخاها من لوحاته. لهذا يرسم أعمالا تتعلق بالإنسان، ويترجم معاناته، جراحه، حبه، وحنينه، وما يخطر على باله من أحاسيس تتقاطع مع أحاسيس المشاهدين والمشاهدات. يستخدم الفنان التشكيلي المبدع جاك جو خضار في تقنياته الفنية في فضاء الرسم التجريد والرمزية والتعبيرية، وتصب أساليبه الفنية في فضاء الحداثة والتجديد في البناء الفني للوحة، ويهمه رسم النسب المثالية في بناء اللوحة وتوزيع الألوان بطريقة يخدم عبرها الموضوع، ويركز على رزانة العمل الفني في البناء والتكوين وتشكيل اللوحة، محافظا على تطلعاته الفنية، حيث تنبعث اللوحة عنده من عدة مسارب فنية إبداعية، وكأنه في حالة بحث عن التجديد والتحديث والإبداع المتميز، ويجنح نحو فضاء التجريد الممزوج بتعبيرية محدثة، ولا يغفل الأهداف التي يسعى إلى تعميقها والتعبير عنها بأسلوب خلاق عبر فضاءاته الفنية المتنوعة. ستوكهولم، آذار 2024. تعليق الأديب والتشكيل السوري صبري يوسف.